هو المفروض ان احنا نظبط التونينج سيركت ان هي تبقى الاف نود هي الاف اي اف صح؟ فكل ما يزيد الفريكوانسي او يقل الفريكوانسي عن الاف اي اف هيكون يجينا اقل. شباب اسمعوا معايا. التيونينج سيركت التيونينج الاف اي التيونينج الريزونانت فريكوانسي بتاعها مش هو الاف اي اف. يعني لو حولنا الاف اي اف يبقى الاثنين هيتشابهوا على صوت ماكسيموين. انا عايز شباب العلاقه تبقى في علاقه ليه؟ يعني انا لما باجي بشتغل في التيونينج سيركت بشتغل على الجزء اليمين. الليل عشان يبقى في فرق. انا بقصد الاف اف يبقى الفعل الجين عادي اقل من الاف اي اف يبقى جين منه. لكن لو انت قلت ده ريزونانت فريكوانسي يبقى ده جين وانت تقدر تكتشفه ازاي؟ خلاص يبقى احنا شايف لما بتيجي تدخل السيجن على التيونينج سيركت باخد الجزء اللينير من ايه؟ شنو بيسبب؟ خلاص يعني الاف اي اف مش هو الاف اي اف مكانه هنا. طيب خلاص في مشكله شباب لحد هنا؟ اوميجا 2 اي سيجنال توقفها اكبر من اوميجا 2
واحد من اول اوميجا 2 اللي هو اللي هو الجزء ده السيجنال بتاعك لما تدفع ده تلقى سايت الكومبوننت اللي طلباتها اكبر من اوميجا 2 هيحصل لها امبليفيكيشن بس هيحصل لها امبليفيكيشن بفاكتور كام؟ خليت الباور بتاعتها مالها صار هلا بتيجي تسمع اغنيه
الشاب اللي انت عايز ايه؟ عايز احافظ على السكه زي ما هي. الوتر ده اللي بيولد التوتر ده ليه امبلتيود. الوتر ده اللي بيولد التوتر ده ليه امبلتيود معين. هو حسب السبيكتر ده السكه. ما ينفعش تمسك فريكونسي معين تكبره وفريكونسي ثاني تقلله، انت كده غيرت في مين؟ غيرت في السكه. طيب انت عملت ايه؟ خدت السكه كبرت الضوء بتاعت الضوء في الهاي فريكونسي والضوء بتاعت الضوء تقريبا زي ايه؟ اهي. ما تقوليش بقى خد ده دخله على السبيكر، لو دخلته على السبيكر هتحس ان في حاجه ايه؟ في حاجه غلط. مش الصوت بتاعك فيه ايه؟ في غلط. طيب يبقى انت عشان تدخل الكلام ده على السبيكر لازم الاول ترجع السيجنال ايه؟ ترجع السبيكتر بتاع السيجنال زي ما هو. طب عشان ارجع السبيكتر بتاع السيجنال زي ما هو مش المفروض اعمل عمليه عكسيه؟ يعني ايه؟ يعني الهاي فريكونس اقل ايه؟ اقل الباور بتاعتها والهاي فريكونس اقوى مين؟ مش انا اللو الهاي اللو فيكوس قللت الباور وده كبرت الباور تيجي عند احنا بنعتمد على كلاسيفيكيشن بيجيني قليل ده بجيني عالي اعكسي بقى يبقى اخد يعملها جيب قيمة عالية وده بجيني قيمة ايه؟ قليل يبقى انا كاني عوضت الفرق خلاص في مشكلة شباب؟ طيب انا عايز اعمل عملية عكسية العملية العكسية بعملها عن طريق ايه؟ عن طريق هداية الدي اف سايت لما عملت الكلام ده انا داخلي مين؟ مش انا شايف جاي لي يعني ده الاس اوميجا لما الاس اوميجا تعدي على الانفوسايت تطلع